الدكتور، تزامنا مع هذه الزيارة التي تقوم بها وزيرة التجارة الأمريكية إلى بكين، في البداية سؤالي، إلى أين أصلا وصلت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟ حسنا، إن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن استمرت منذ الرئيس السابق ترامب، واستمرت أيضا في ظل الإدارة الجديدة في ظل رئاسة الرئيس بايدن، وهناك كثير من التوترات التجارية بين البلدين على أحد الأجناب. الحكومة تحاول أن تتواصل مع نظيرتها من أجل إيجاد كافة السبل للحد من التنافس الذي يعود ليس بالنفع على أي طرف من الأطراف، ولكن هناك كثير من السبل لتعزيز العلاقات، لتعزيز المنافسة التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الأداء التجاري بين الطرفين. طيب، في تقديرك ربما لماذا تصر واشنطن على فرض قيود وإجراءات مدفوعة باعتبارات الأمن القومي كما تقول في المسائل التجارية بين البلدين؟ حسنا، يأتي ذلك بناء على أن الصين تعتبر تهديدا بالنسبة لواشنطن، حيث أن هناك كثير من التوترات الإقليمية والدولية، والولايات المتحدة ترى أن الصين كما ندعوها المنافس الأكبر في العالم، والصين وصلت إلى نفس المستوى والدرجة المناظرة للولايات المتحدة، وهذا يضع تهديدات مباشرة على النظام العالمي من وجهة نظر الولايات المتحدة، وهو النظام الذي أرسته الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهذا يطرح المزيد من التخوف لدى صناع السياسات في الولايات المتحدة.